كؤوس بشكل جديد، صناديق كؤوس بليفلات مختلفة، تصنيف جديد، وبنز نادرة. هذا اللي هتشوفوه اليوم يا شباب. براول ستارز بتفجرها بتحديث نهاية السنة لتغير لنا أهم شي ببراول واللي هو الكؤوس. والتغير ما كان اي تغير طبيعي، بل كان تغير جذري. اعطيكم لمحة على طول، الرانكات حتنحذف من اللعبة، ما عاد في رانك 35، ولسه لقدام حتفهموا اشياء اكبر وجوائز اضخم. وراح امشي معك خطوة خطوة لتفهم كل شيء بالضبط بدون ما تسأل نفسك اي سؤال. لا تنسى تحط لايك عشان اذا الفيديو صدعني وانا جاي افهم كل اللخبطة دي. بداية مع الكؤوس الجديدة. بهذا الوقت من براول اللعبة بتختار لنا شيء لتغيره من الجزر، زي ما غيرت لنا السنة الماضية او قبل سنتين تقريبا طريقة فتح الابطال ونزلت لنا الكريدتس. هالمرة وقع التغيير على الكؤوس. طب ليش الكؤوس؟ السلبيات اللي كانت فيه انه كان معقد وما له داعي ومومل بعد، حتى الجوائز خايسة بزيادة، ال 500 بلينج اللي يعطوني اياها بعد كل ترسيت سيزون. واهم نقطة، لما ترفع بطل لكؤوس عالية عشان تلعب فيه مرة ثانية لازم تستنى 5 مواسم ترسيت لين يوصل يا دوبك 900 كاس، ففاهم الوضع كان كثير خايس لما ترفع بطل لكؤوس عالية. وبالاضافة كمان للماتش ميك اللي بيطول لك 5 ساعات عشان ترفع بطل، كل هذول الاشياء حيتحسنوا، وحيقول لك كيف حيتحسنوا بعد. ايش اهداف براول من الكؤوس حاليا او ايش ناويين يسووا؟ انهم يخلون الكؤوس ممتعه اكثر، مو بالضروره اسهل ولكنها ابسط ومفهومه اكثر لتخلي اللاعب عنده هدف باللعبه. التغير هذا هيخلي اي لاعب بسيط يقدر يلعب ويستانس بالكؤوس القليله حقته، وبنفس الوقت الليذر ووريورز او حقين الكؤوس العاليه يكون عندهم هدف ويكون عندهم المتعه موجوده لسه رغم كؤوسهم العاليه. ناويين يزبطوا الجوائز ويعطي هدف للرفع حقك ويخليك تستانس مع نهايه السيزون. واهم شيء انهم ما راح يخلوا اللاعبين يخافوا انهم يلعبوا ببطل كؤوس عالية. يعني اخر مرة لعبت كلانسي يا شباب كان من 7 سنين، لانه حاليا كؤوس 52 وخايف العب واخسر. يعني هنا براول اعطتك السلبيات واعطتك ايش ناوية تسوي، ولكن هل سويت اللي قالته؟ خليني ابدا معك مع نظام الرفع الجديد. رح نمشي فيهم نقطة نقطة. رح يصير الحين يا شباب في 50 رانك، بدل ما يكون في 35 بس حيكون في 50، وبعد ما توصل على ال 50 رانك دول او تختمهم حتوصل لشيء اسمه الماكس رانك، لانك خلاص وصلت للحد او وصلت لاقصى شيء تقدر توصل. عشان توصل للماكس رانك لازم توصل بطلك 1000 كاس. ياب يا شباب، مو 1500 ولا 2000 كاس، 1000 كاس بس، وانت كذا بتكون ختمت الكؤوس او وصلت للماكس رانك. يعني اي بطل حاليا عندك 1000 كاس يعتبر الحين هو موصل للماكس رانك، واي لعب تلعبه بعد الماكس رانك ما راح تتغير له قيوني، ما حيصير في رانك اب، ما حيتغير اي شيء لانه حيضل اسمه ماكس رانك. عشان تتقدم بين رانك ورانك تحتاج 20 كاس بس، اي يعني 50 رانك 1000 كاس بين كل رانك ورانك 20 كاس، حيخلي الوضع متعادل ليخلوا انه كل 20 كاس رانك جديد. الكؤوس اللي بتفوز فيها بعد كل جيم راح تتعدل لتناسبك اكثر، او بمعنى اخر لتكون مسامحه اكثر عشان الناس اللي بتوصل 1000 كاس. بمعنى اخر موضوع ال 1000 كاس حاليا ما حيكون صعب زي ما الوقت الحالي، صارت اسهل لانه طالما انت قاعد تلعب تحت ال 1100 كاس، مش 1000 كاس 1100 كاس، الكؤوس اللي حتربحها حتكون اكثر من اللي قاعد تخسرها. بمعنى اخر انت لو وصلت فوق ال 1100 كاس لو خسرت خساره، خسارتك دي حتكون اكثر من اللي قاعد تربح، ولكن لو انت تحت ال 1100 كاس الكؤوس اللي حتربحها دائما دائما حتكون اكثر من اللي تخسرها. بالنظام الحالي يا شباب براول ستارز لما توصل ل 800 كاس راح تخسر 9 كؤوس وتربح 8 كؤوس، فاهمين؟ صار الوضع صعب. بس تقول لك براول ستارز حاليا بالنظام الحالي طالما انك تحت ال 1100 هذا الشيء ما حيكون هيك، انت حتربح اكثر من انك حتخسر، ففينا نقول ال 1000 صارت شربة مويه. من الحين يا شباب موسم الكؤوس او موسم ترسيت الكؤوس راح يكون مع بداية كل موسم جديد، ما راح يكون كذا لحاله بيجي بوقت مختلف، لا، مع يوم التحديث او يوم الموسم الجديد حيكون عندك ترسيت الموسم بعد او ترسيت الكؤوس. على سيرة الترسيت، هنا تيجي عندنا قنبلة يا شباب، هذه القنبلة حتكون لأي إنسان موجود حاليا بالتوب العالمي، حتلاقوا كؤوسه انقصفت قصف جبار ونزلت للسالف. خليني أقول لهم يا عيال، أي إنسان أو أي شخصية عندك الحين فوق ال 1000 كاس حتنزل ال 1000 كاس، عندك ماكس 2000 كاس حتوصل 1000، عندك بريمو 5000 كاس حيوصلوا 1000، ما مهم كم كؤوس بطلك، الموسم حيقول لك أي بطل فوق ال 1000 حيرجع لل 1000 كاس. انتوا فاهمين انه التوب الحالي اغلب الناس موصلين ابطالهم 1900 ولا 1800 كاس صح؟ كل ذول حينلقموا لينزلوا عند ال 1000 كاس، كل بطل من ابطالهم فوق ال 1000 حينزل ال 1000. وشيء ثاني يا شباب، لو انت انسان ما عندك كؤوس او ما عندك ابطال فوق ال 1000 انت ما راح تتاثر بالموسم،
ما رح ينزل لك ولا اي كاس، حتى حتاخذ جوائز يب، ولكن ما حينقصك اي كاس. يعني ترسيت الموسم صار لاي انسان عنده ابطال فوق الالف، طالما ما عندك ابطال فوق الالف ترسيت الكؤوس ما هيسر عليك، فينك تقدر توصل حاليا 80,000 كاس برياحة طالما ما حيكون في ترسيت كؤوس. طيب انت الحين حتسالني، انا قلت قبل شوي انه حتوصل للماكس رانك اللي هو الالف كاس، ولكن انا انسان العب كثير اشوف الالف كاس ولا شيء، ايش حيصير بالكؤوس بعد ما اوصل للماكس رانك؟ هنا بدنا نروح للنقطة الثانية باسم بعد الالف. بداية مع الرانك، شكل الرانك يا شاب ما راح يتغير، طالما انك فوق الالف الشكل حيضل نفسه، انا قد موصل للماكس رانك، اي يعني كل شيء فوق الالف حيضل عندهم نفس الشكل ذا. الكؤوس اللي راح تحصلها بعد الالف حيكون مختلف شكلها عن الكؤوس العادية، حتكون فينا نقول شبيهة أكثر للبلينك، لأنه حيكون اسمها الكؤوس الموسمية. هذه الكؤوس يب حتكون نفس الكؤوس العادية، حتنضاف لك توتال الكؤوس حقك، يعني لو رفعت فوق الالف مثلا وصلت بطل كؤوسه 1100، المية ذي حتنضاف للكؤوس الكاملة حقتك بشكل عادي، ولكن بنفس الوقت حتنضاف لأماكن ثانية، حتنضاف للصناديق الجديدة. زي ما تشوفون يا شباب حاليا قدامنا الصناديق الجديدة، الصناديق ذي بتتقسم لخمس صناديق، عندك الصندوق ابو صفر كاس، عندك الصندوق ابو 100 كاس، عندك الصندوق ابو 400 كاس، وعندك الصندوق ابو 1000، وعندك الصندوق الاخير ابو 3000 كاس. حتشوفون فوق انه في اسمه تروفي بوكس او اسمه الصندوق الكؤوس. لو شفتوا في بار هنا يا شباب، ذا البار كل ما انت عم تجيب كؤوس اكثر عم تتجه للصندوق اللي بعده، فاهم؟ انت عم تجمع كؤوس عم تطور الصندوق حقك، بمعنى اخر الكؤوس دي حتكون مهمة لكؤوسك العادية وبنفس الوقت مهمة لذا الصندوق، يعني انت عشان تجيب الصندوق الاخير 3000 كأس تحتاج ترفع الابطال اللي هم فوق الالف 3000 كأس، ترفع بريمو 100، ترفع ماكس 200، ترفع كذا كذا تجمع من فوق الابطال ليوصلوا كلهم فوق الالف بزيادة عشان تزيد الكؤوس لذا الصندوق وتوصل. لا، لو تبيها بطريقة حسبة ثانية تحتاج ترفع 12 بطل 1250 كأس لتجيب ذا الصندوق، او حتى ما تقدر تحسبها كذا، تقدر ترفع 30 بطل 100 100 100 وخلاص. خلينا نشوف الصناديق وايش حنحصل عليهم. الصندوق الاول ذا يا شباب ذا الصندوق حينعطى للكل، طالما انت الكؤوس حقتك فوق ال 1400 حتحصل ذا الصندوق. ايش حتحصل بداخل الصندوق؟ الرقم الكامل او الماكسيموم ريوردز او الفينو يقول الرقم الاكثر حيجيك حيكون 6، وحيعطيك سكن نادر بشكل مؤكد، وممكن يعطيك سكن نادر، يعني فاهم؟ لانه خلاص سكن نادر سكن نادر، هذا ما فيه اي مزايا زياده، ولكن زي ما تشوفون يا شباب الصناديق ذول كلهم فيهم جوائز مشتركه، الجوائز المشتركه هي جواهر، بلينك، دبل توكنز، صورته بروفايل بخاخات، بنز نادره، بنز بارقه ندره، بنز استثنائيه، بنز اسطوريه، وبنز حصريه. تاكدوا يا شباب في جواهر، عم نشوف جواهر، حط الجواهر بين 1000 قوس. هذول الجوائز يا شباب حيكونوا مشتركين بداخل دول الصناديق، وعلى حسب ما بنعرف من براول انه كل ما زاد الصندوق حتزيد الكميه من دول الجوائز، يعني مثلا انا ما اعرف كم الكميه يا شباب وما اعرف لو ذا الشيء موجود اصلا، بس قاعدين نتكلم عن بديهيات براول. لو الصندوق الاول كان يعطيك 5 جواهر، الصندوق اللي بعده المفروض يعطيك 7 ولا 8، فاهم؟ ذا الشيء ما انه اكيد، ولكن ذا الشيء اللي بنعرفه من براول، نفس الموضوع مع البلينج ومع الدبل توكن ولا اي شيء ثاني. طيب الحين نروح للصندوق الثاني اللي بيحتاج بس 100 كاس لتجيبه، حيتطور شكله ليصير سيلفر بوكس، بالاضافه انه حيصير الجائزه حقته او اكثر رقم يقدر يوصل له هو 8، حيعطيك بشكل مؤكد سكن سوبر رير، وممكن حتى يعطيك سكن سوبر رير زياده، هذا على حسب حظك. طيب نروح للصندوق الاكبر حبتين اللي بيحتاج 400 كاس، حيعطيك اكثر رقم 10، لو كنت محظوظ طبعا يا شباب هذه العشرة، لو انت كنت محظوظ حتجيب اعلى رقم، فاهم؟ ممكن دي العشرة تكون 7 او تكون 6، بالاخر كله على حسب حظك. حيعطيك بشكل مؤكد سكن بالغ الندرة، ولكن هنا بيكمن الحظ يا شباب، حيعطيك ممكن سكن بالغ الندرة او حتى سكن استثنائي فوق السكن المؤكد بالغ الندرة، يعني فاهم؟ حيعطيك اكسترا جائزة زيادة سكن استثنائي لو كان حظك حلو. طيب نروح للاعمق حبتين، الرقم 16 حيكون الماكسيموم عند الصندوق ابو الالف، حيكون شبيه كثير للميجا بوكس ولكن شكله لامع اكثر، بالاضافة يا شباب حيعطيك سكن استثنائي بشكل مؤكد، يعني 100% بداخل ذا الصندوق حيطلع لك سكن ب 149 جوهرة او 5000 بلينك، وبالاضافة يا شباب حيعطيك من الممكن سكن استثنائي زيادة او سكن خرافي زيادة. انتوا فاهمين ذي النقطة يعني صح؟ سكن خرافي ابو 199 جوهرة،
السكن اللي ما تيجي تشتري فيه بتشتري ببلينك. السكن اللي يعتبر نادر لانه الناس لازم تدفع لي 200 جوهره لتجيبه، ممكن يطلع لك بداخل الصندوق. لسه ما بدينا يا شباب، لسه ما حكيت لكم عن الصندوق الاكبر اللي نقول عليه اسم الاوميجا. لو قدرت تجيب 3000 كاس حيعطيك رقم بيوصل لل 20، فاهمين؟ 20 جايزه، 20 كبسه ورا كبسه ولا ملوبه، انا اسف. حيعطيك كمان سكن صناعي بشكل مؤقت، ما اختلفنا عليه، ولكن يا شباب حيعطيك من الممكن سكن صناعي، سكن خرافي، سكن اسطوري او سكن هايبر تشارج. شباب عم نتكلم عن سكن اسطوري، عم نتكلم عن سكن في سعره 299 جوهره، عن سكن الناس ما تشتريه الا لو شحنت، ولا عم نتكلم عن سكن هايبر تشارج. الوسيلة الوحيدة اللي تجيب فيها سكن هايبر تشارج حاليا ما في اي طريقة الا الاحداث لو لعبتها، ولكن الطريقة الثانية حتكون بداخل الصندوق. جنون يا عيال، جنون الجوائز يا عيال. سكن هايبر تشارج سعره اكثر من 700 جوهرة، فاهمين؟ ممكن يطلع لك بزر الصندوق لو حظك حلو. طبعا خليني اذكر مرة ثانية يا شباب، لا خليكم تطمعوا بزر الصندوق كثير، زر الصندوق حيكون صعب حبتين انك تجيبهم، لانك انت عشان تجيب اكبر صندوق تحتاج ترفع 3000 كاس فوق ال 1000 كاس لابطال مختلف، او حتى نفس البطل على حسب انت كيف بتلعب. وبالاضافة صار في تعديل يا شباب، تتذكرون جائزة البلينك اللي اعطوني اياها بعد كل ريست سيزون اللي كانت 500 بلينك تقريبا؟ للاسف يا شباب حتنشال، ما ريحتونا 500 بلينك، زعلوني الصراحة. ولكن خليني اقول لك براو ستارز عشان تخلي الوضع عادل، حتى لو انت انسان ما راح تجيب ذول الجوائز كلهم وما ترفع لذول الجوائز كلهم، هي بتقول لك انه حتى اصغر صندوق حيعطيك جوائز اكثر من اللي كنت تحصلها زمان، فما عليك ما حتزعل 500 بلينك ذي. طيب بحيث يمكن انت انسان ما انك مدمن على الرفع، او انت فينا نقول زي ما يقولون الاجانب كاجوال بلاير اللي يلعب حق فور فن وخلاص، يستمتع يدخل يلعب له جيمين يقوس 30-20 ألف ويطلع وخلاص، ما يبغى يطمع ويجيب ذول الصناديق الكثيره، فاهم؟ ما راح يكون صعب عليك عشان تجيبهم. براول بتقول لك بالمعنى الحرفيه، ذول الصناديق هم صناديق تحديد المستوى او الصناديق الناس اللي تبغى تلعب وتشق وترفع، يعني انت تحتاج سكيل لتجيبهم، تحتاج يكون عندك نتفة احتراف لتجيبه. ولكن لو انت انسان ما ناوي تعب راسه بكل ذا ويبغى يطلع الجوائز العاديه او حتى احسن من الجوائز العاديه، براول ستارز بالصندوق اللي بتعطيه للكل بدون لا تلعب بدون ما تتعب راسك حيكون احسن من الجوائز القديمه. ففينك تقول وضعك مرتاح الا لو حبيت تشد بموسم المواسم. نروح للخطه اللي بعدها، الماتش ميك او المطابقه. مع كل التغيرات المفروض المطابقه نفسها تتغير، الناس اللي تلعب معهم، الناس اللي تلعب ضدهم، ويب هذا الشيء حيصير. راح تكون اول شيء على حسب كؤوس بطلك، وبراول راح تقوم العمليه بحيث ان غير كؤوس بطلك تحاول تجيب ناس نفس كؤوسك الكلية ولا المدرسه. بمعنى اخر يعني الناس اللي حتشوفهم ضدك ممكن يكونوا كؤوسهم نفس كؤوسك، انت كؤوسك 30000 قاعد تلعب ببطل 800 اللي ضدك حيكون نفس الشيء، ولكن حتكون بمتقاربين على بعض، فاهم؟ ما حيكون نفس الشيء بالضبط. ولكن يا شباب هذا الكلام قبل الالف، بعد الالف الوضع حيتغير حبي، حيتغير كثير بعد مش حبتين، لانك انت كلاعب كؤوسك 20000 وصلت بطلك فوق الالف حتدخل مطابقه مع ناس كؤوسهم فوق ال 200000. بمعنى اخر لما تعمل ماتش ميك من الممكن انك انت تدخل مع ناس كؤوسهم كثير عالي، لانه هون اللعب صار بس على بطلك، ما انك انت اصلا تشوف نفسك محترف في ذا البطل، تشوف نفسك اوريدي جاهز تدعس، فمن الطبيعي اشوف انك انت تواجه ناس محترفه كفايه لتلعب ضدهم، لانك انت اوريدي وصلت للحد الاعلى، فاهم؟ وطبعا هذا الشيء حيخلي المطابقه اسرع وافضل بس للاعبين المحترفين. طب انت هون حتقول انه ما صار ظلم للاعبين اللي كؤوسهم 24000 حيدخلوا ضد برو بلايرز وحيكونوا معارقين وحالتهم حالة. فينك تقول نوعا ما يب، ولكن قالت براول انه عدد المحترفين هم اقل بكثير بكثير من عدد اللاعبين العاديين، لانك يعني تشوف ناس ثانيه نفس كؤوسك ونفس طريقه لعبك عدد شيء كثير كبير، لكن شوف برو بلاير او تشوف لاعب بطولات او تشوف لادر ووريور بيلعب كؤوس كثير نسبه كثير قليله، اوكي حتواجههم ولكن اكيد مو كل جيم، فما حيكون الوضع كثير صعب او انك حتواجههم كل جيم وحتنشق، انت حتواجه ناس امثالك كثير. ونذكر مره ثانيه شباب، انا بحس الاحتراف صار حبتين بعد ال 1100 مش بعد ال، لانه انت عندك هي 100 كاس تقدر تحلبها حلب لتجيب الصناديق ذوب، لانه زي ما قلنا ببدايه الفيديو الكؤوس حاليا ما حتخسر اكثر من ما تفوز الا بعد ال 1100، فوضعك حيكون مرتاح الى حد ما. فانا اقول يعني حيكون عندك ال 100 كاس ذي حتستفيد منها لكثير ابطال لتجيب ذوك الصناديق. الاندر دوغ او مستوى المتواضع اللي كان يعطيك 3 كؤوس زياده حينشال لما توصل بطلك بعد ال 1000، يعني حيكون متواجد بس للابطال تحت ال 1000.
الوين ستريك فينا نقول بتاكل النيرف، ولكن ما حسيت النيرف كثير. خليني اقول لك الوين ستريك او سلسله الفوز حتتغير، حتصير انه على كل بطل السلسله الخاصه فيه. بريمو عشان يصير عنده سلسله لازم تفوز فيه 3 أيام وتكمل مع السلسله دي. ما تقدر تجيب سلسله الفوز ببريمو بعدها تنتقل لشيلي وتكمل بسلسله الفوز دي. شيلي حيكون عنده سلسله فوز خاصه، بريمو حيكون عنده سلسله فوز خاصه، واي بطل ثاني نفس الموضوع. فالوين ستريك صارت وين ستريك البطل نفسه. ولو قعدت تسال نفسك انا انسان جايب عدد ستريك عالي ما ابغاها تروح من حسابي، انا اوريها لامي كل يوم عشان تفتخر فيني، خليني اقول لك انا حتكون موجوده. ولكن كيف حتكون موجوده؟ انا ممكن اعطيك احتمالين. الاحتمال الاول انا حتروح على تاريخ الانجازات حقك، شفتوا ديك الكبسه اللي تكبسها فوق يطلع كذا مليون شيء، انت مسوي كذا كذا داخل باور لي كذا كذا، نفس الموضوع ممكن تدخل الستريك حقتك لهنا. او انا حتروح للخيار الثاني واللي اشوفه منطقي حبتين، انه حتكون لسه موجوده بداخل حسابك، حتطلع النار كذا بحسابك، ولكن حينضاف بن البطل اللي فزت فيها اخر جيم وخلاص تكون موجوده كذا بحسابك. وصراحه انا ارجح الخيار الثاني احسن، انه اشوف انه الرقم حقي 78 عاجبني حبتين وما ابغى يروح، فاهم؟ ذا تاريخي. ولكن براوزرز قالت تطمن حيضل موجود بحسابك، فما ادري حتختار اي طريقه منهم. قبل أن نكمل يا شباب بشرح النقاط ابي اوصل لك معلومه حاليا. براوزرز فيك تقول سهلت الالف كاس ببراوزرز، الالف كاس ببراوزرز حتصير كانها 700 كاس حاليا. لو انت انسان تقدر ترفع اوريدي 700 كاس ما حيكون صعب عليك ابدا انك ترفع بطل الالف كاس، لانه زي ما قلنا موضوع الخساره تغير وصرت تربح اكثر ما تخسر. فلاعطيك عمليه حسابيه سويتها، الالف كاس نفس 700 كاس يب، والالف ومئة كاس هي نفس 800 كاس، والالف وخمسمية كاس مع التعديل الجديد هي نفس الالف ومئتين وخمسين. فينك تقول عشان تشوف ذا الانسان اذا كان لعيب او محترف او قادح يحتاج يكون 1500 كاس. كده صارت الحسبة. خلينا نتكلم هلا يا شباب عن نقطة لوحات الصدارة. لا يا شباب مو غلط مني، صار اسمهم لوحات صدارة، ما حيكون عندنا لوحة صدارة واحدة، حيكون عندنا لوحتين صدارة لكل بطل. حيكون عندنا لوحة صدارة دائمة ولوحة صدارة موسمية، ويكون فيها اسامي اللاعبين مختلفين بشكل كامل. خلينا نشرح لوحة لوحة. اللوحة الأولى أو اللوحة الموسمية راح تترست مع كل موسم، يعني عارفين هي نفس اللوحة الحالية لما توصل بطلك 1500 بعدين ينزل حتبين لسه باللوحة موجود ولا لسه مو موجود، فهي تقريبا نفس الحالية اللي الكؤوس حقتك حتتأثر فيها. ولكن عندنا لوحة الأرقام القياسية، لو أنت إنسان قادح ببراول وصلت بطلك 5000 فاهم؟ أنت حتكون ببريمو 5000 كاس التوب الأول، لو إجا مليون ترسيت ما حيتأثر، أنت كذا الأول بدي اللوحة. عشان تنزل من الأول لازم يجي إنسان بعدك يوصل 5001 وأنت كذا بتكون وصلت المرحلة الثانية، فاهم؟ براوزرز حتصير فيها أرقام قياسية، حتختلف الأرقام القياسية ذي على حسب الإنسان إذا رفع فوقك أو إذا انطق الرقم القياسي نفسه. لو الرقم القياسي إذا ما حد جابه أو ما حد صاده حتضل انت بالتوب، والوضع حيكون فلة بزيادة، حيكون في تنافس لأرض بالتوب. لو رجعنا حبتين على اللوحة الموسمية اللي حكينا عنها، حيكون لها فائدة كثير حلوة. لو انت يا شباب مسكت كورديلياس ووصلته 1250 كاس ودخلت التوب الموسمي، فاهم؟ ونقول دخلت العاشر على هذا الموسم، اجا بيوم الترسيد وانت لساتك بالتوب العاشر، بعد يوم الترسيد حيظهر ببروفايلك أيقونة، دي الأيقونة حيكون مكتوب عليها رقم 10 انك انت وصلت توب عالميا بذا بطل توب 10. هلا ما موجود بن بطل فما ادري الصراحه كيف حيكون انك انت حينذكر انه ذا البطل، لكن ممكن انك انت لما تكبس عليها حيطلع لك انه ذا الانسان وصل التوب العاشر بذا البطل. ولكن الموضوع حيكون كثير فله، حيكون عندك كل موسم كل ما رفعت كل ما حتزيد المرتبه او تقل على حسب مدى رفعك. فلو انت الموسم الجاي رفعت بريمو 1300 كاس وبريمو حقك ذا وصل المرتبه الرابعه، حيتغير رقم 10 ليصير الرقم الرابع. ولكن انتبه لازم ما ينسرق ذا المكان منك لين وقت الترسيد، لو انسرق خلاص حتقل مرتبتك. نروح لنقطة كثير رهيبة حبتين، الانجازات السابقة. اي شيء كنت مسويه قبل بحياتك رانكات او اي انجازات او فينا نقول انجازات مهمة، براوزرز راح تحتفظ لك فيهم بطريقتها الخاصة. بداية مع اللاعبين اللي عندهم رانك 35، رانك واحد بس، حيحصوا على ذا البن الرهيب. شيك على الرهابه حقت ذا البن، حيكون بن حصري وشكله قادح بشكل. طبعا ذا لو كان عندك رانك 35 واحد، ما بالك لو كان عندك 10 رانكات 35 ايش حتحصل؟ خليني اقول لك حتحصل على لقب مخصص لك. ذا اللقب ما ادري ايش اسمه ولا ادري ايش حيكون لونه، ولكن ممكن يكون لونه كذا قريب على البنفسجي ولا شيء زي هيك، حيكون شيء كثير خارق. هذا لو عندك 10 رانكات 35، فالناس عندهم رانكات 35 حاليا شباب حيحصلوا على اشياء حصريه الى حد ما. فمعك
تقريبا من نزول ذا الفيديو 15 يوم تدفع فيهم 5 ثلاثينات. الصراحة أنا بشد حيلي يا شباب، أبغى اللقب ذا بالدم. عدد الأبطال اللي وصلتهم 35 حينكتبوا لك، والألعاب حيكونوا كمان مكتوبين بنفس المكان اللي قلت لكم عليه، ذاك الزر الأزرق، وحيكون وضعك مرتاح حبتين ليضل محتفظ إنجازاتك مكانها. متى راح تصير كل دي التغييرات؟ حتكون بداية دي التغييرات، وممكن ما تكون كل دي التغييرات موجودة أوريدي، أغلب دي التغييرات حتكون بنهاية أكتوبر أو بتحديث نهاية أكتوبر. ولو عندك أوريدي بطل فوق الألف زي ما قلت حينقص على طول مع دي نهاية الموسم، ولو عندك أوريدي بطل فوق الألف مع بداية الموسم الجديد أو بداية الكؤوس الجديدة على طول حتقدر تبدا تقدح وتجيب ذا الصندوق او تبدا تجهز الصندوق الجديد، فحيكون شيء حلو عبتين. ويا عيال دي الاخبار هي الاخبار من اللعبه نفسها يب، ولكن اللعبه نفسها يا شباب بعد ما تنزلها للناس ممكن الناس يعطوا راي سلبي تغير بعض الاشياء، ففين تقولوا هي دي الاخبار من اللعبه نفسها يب، ولكن ممكن تكون قابله للتغيير او بعض التفاصيل قابله للتغيير على حسب اراء اللاعبين، ولكن لو صار اي تغيير ما عليكم حكون موجوده احكي لكم عنها. حاليا يا شباب دي 40 دقيقه قاعد اصور، قاعد اشحن نفس الكوس وانا مليت، فخلاص لازم امشي.